متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نتحدث بها طبعا عن أهم الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة. نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود بعض السحب والغيوم فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، التي نجمت عنها هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار. باقي أمانة تظهر بعض السحب بها لكن من النوع غير الممطر. توقعات الأحوال الجوية من ناحية الأمطار بحسب النماذج الجوية التي تشير إلى أن خلال ساعات صباح يوم الأربعاء ترتفع فرص هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى على المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة على شكل تخاريج بحرية قد تدخل أحيانا إلى سواحل الليث والقنفذة وربما حتى سواحل جازان. وفي ساعات النهار تتحسن فرص هطول الأمطار فوق أيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى، تمتد أحيانا شمالا إلى بعض مرتفعات مكة والطائف، ربما تطال أيضا بعض من مرتفعات المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الخميس فمن المتوقع أن تشتد فرص الأمطار في بعض من مناطق المملكة، تشمل مناطق من القصيم وأجزاء من الحائل، ولكن الفرصة الأكبر هي لمناطق القصيم على وجه التحديد، وأيضا بعض مناطق جنوب غرب المملكة التي تشتد بها فرص هطول الأمطار كما نلاحظ. وقد تصل بعض الزخات مساء يوم الخميس إلى بعض من أجزاء من العاصمة الرياض، وتصل أيضا فرصة الأمطار إلى مدينة جدة في ساعات متأخرة من يوم الخميس، وتشمل إذن الأمطار معظم المناطق الجنوبية الغربية على شكل زخات بالإضافة إلى القصيم وأجزاء من حائل وتقترب من مدينة الرياض. لكن مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تشتد هذه الأمطار وتمتد تدريجيا نحو العاصمة الرياض ليلة الخميس على الجمعة، وبالتالي تصبح الأمطار في هذه الرقعة الجغرافية تشمل أجزاء من القصيم، المناطق الشرقية لمكة المكرمة، العاصمة الرياض، الدوادمي، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وبعض المناطق الساحلية التي أيضا يدخل ضمنها وضمن هذه الفرص أيضا مدينة جدة بمشيئة الله تعالى. وتستمر هذه الأمطار بين حين وآخر بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة، مع أجواء شتوية الطابع تكون في المناطق الوسطى من المملكة وتخريج بحرية بين الحين والآخر في المناطق الجنوبية الغربية يوم الجمعة، قد تطال بعض المدن الساحلية بما فيها مدينة جدة. إذا هذه الأحوال الجوية غير المستقرة متوقع أن تبدأ بشكل عام اعتبارا من غدا كملخص في جنوب غرب المملكة، تشتد الخميس وتشمل القصيم، ولاحقا تمتد إلى بعض المدن الساحلية بما فيها جدة، ومن ثم ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة تشمل العاصمة الرياض، بالإضافة لذات المناطق المتوقع أن تتأثر بهذه الأمطار التي تأخذ طابع الديمية والأمطار الشتوية وليست الأمطار الرعدية بشكل عام على الأقل في المناطق الوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى. عودة بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، الأجواء تكون بوجه عام غالبا صافية، درجة الحرارة 12 درجة مئوية والرطوبة النسبية تقريبا 71%. الأحوال الجوية متوقع خلال ثلاثة أيام القادمة تكون في العاصمة الرياض كالتالي: الأربعاء 22-13، الخميس 21-12 مع فرص الأمطار، أما هناك يوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والأجواء كما ذكرنا أقرب إلى شتوية، تكون العظمى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تكون الصغرى 11 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. تفاصيل أوفى بشأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى تجدونها في النشرات الأخرى ليوم الغد يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. دمتم بخير، إلى اللقاء.